السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الدين يعتبر من السؤال المذموم؟ هل يقول السلام عليكم: هل الدين دين؟ نعم السلام عليكم يعتبر من السؤال المذموم علما بأنه لضرورة ملحة؟ يعني الاستدانة، كأنه يقصد القرض. الاستدانة بقرض أو غيره للمحتاج لا بأس، حتى غير المحتاج، هذا من طلب التجارة. نعم.